كيخف نسوكاس إمازيغ الماني اللان لمي تكر انتلجي أسا مزوار نيخفو سوكاس التتن اكتار وايت تغاو ستمزوار تار وايت نغا متى ما ناس ديسي مازيغ المان لاس تقول لا ديستي غاو سيبن قودة أما ديس تزيوة تمزوار تنسن نتت كسكسو يلا يا سدين دومنسي متى تتن قومنسي أو ميسا تيمغطال الديس مانت نيتس ايتت كتيغروي فين اغرومو فيرنو ايقوم قرن اغروم التيغاو سيوين قودة التنديس كسكسو انساء نغماين نتا امزوار نتا اللي تتنديسي مازيغا من الله اي مازيغا مية التتن كتيمغطال كيخفو سوقاسا وميسا تسدرين متى نمال أسوكاس دم الجاز أسوكاس دم الناس أسوكاس دم النار الزول أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة هذه حلقة جديدة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية نقول لكم الزول في اللون السجاس دم الجاز دم الناس دم النار في اللون كل عام وأنتم بخير وحفظ وبركة. نقول في عدة جمل في التعييد برأس السنة الأمازيغية منها الكلمة المتكررة فيهم كلهم هي السجاس اللي تلقوها متكررة زي ما قلنا واللي تعني السنة العام الحول. السنة بالأمازيغية من الكلمات المركبة من آس جواس يعني يوم في يوم يعني يوم على يوم، لأن اللغة الأمازيغية لغة اشتقاقية زي العربية لكن أيضا لغة تركيبية زي اللاتينية. فمثلا يمكن نحن كلمتين أو أكثر باش طلعوا كلمة جديدة زي الحالة بتاع كلمة أسوكاس واللي تعني السنة وهي الكلمة الأكثر شيوعا. لكن كذلك يقال في الأمازيغية عن رأس عن السنة عفواً إليندي إيمال إضنين أزاعات وكلها مترادفات للسنة ولكن لكل واحدة منها معنى مضاف لكونها سنة بس يعني أسوكاس تعني سنة، هذا هو المقصود هنا. اسمه معاي المعادات بالإضافة للمعادلة اللي قالوها صغاري قبل شوية ومعناها، لأن في معناها ارتباط مباشر بعلاش نحتفل برأس السنة الأمازيغية. نقوله في الأمازيغية أسوكاس دم الجاز، الجاز مرتبط بإجز واللي تعني الحفظ والحماية، وتجاز أيضا يعني الرعاية الربانية، ويكون بهذا المعنى نطلب لك عام من الحفظ والرعاية الربانية. وعلى فكرة في اللهجة العامية نقول تجاز والتجازة وإلى آخره، هذه كلمة بنجوها وقت اللي نتكلموا عليه اللهجة الليبية والأثر المتبادل بينها وبين الأمازيغية. على أي حال التجاز يعني الحفظ والرعاية. نقول كذلك أسوكاس أم الناس، هذا الأخير مرتبط بالجدر الناس وهو الحظ عموما، يعني أي حظ، وهنا يقصد بها الحظ السعيد. أسوكاس النمار من الجدر المتداول مر، ومنه كلمة تنمير البركة أي عام مليء بالبركة والشكر. أسوكاس إغودان هذا الأخير من الجدر غدو المرتبط بالحسن والإجادة والإتقان، فيكون بذلك المعنى عام حسن ومجيد. يعني المعايدات الأكثر شيوعا هذه هي، في معايدات أخرى بس هذه هي الأكثر شيوعا اللي هي أسوكاس دم الجاز، أسوكاس دم الناز، أسوكاس دنمار، أسوكاس إغودان. وأكثركم يعرف أسوكاس دم الجاز وهي الأشهر طبعا لعند الآن، لأن حتى التلفزيونات يطلعوا فيها في الدعاية الأخيرة رأس السنة. اللي لاحظوه أن كل اللي فات دعاء وطلب وتمني بالبركة الحظ الجيد والمقصد الوفرة في المحصول، وأنمار يقصد بها المبارك من تنميرت. تنميرت اللي أغلبكم يعرفها بمعنى الشكر، في الواقع تنميرت بالمعنى الأمازيغية لا تقابل الشكر تحديدا بالعربية، بينما تقابل بالعربية بارك الله فيك، يعني حد يدلك معروف ويرد عليه وتقول له صحيت مش عشان يقول لك تنميرت. تنميرت هي قوله يعني كأنه يقول لك بارك الله فيك أو بوركتا. علشان بديت بالمقدمة هذه لأن التقويم الأمازيغي ورأس السنة الأمازيغية مرتبطة بدون شك بالفلاحة والمحاصيل الزراعية عفوا، زي ما بنشوفه بعد شوية بمنوعية الماكلة
اللي ناكله فيها في رأس العام واللي ورتها لكم وبينتها لصالي في بداية الحلقة. لكن خلونا نولي شوية في التاريخ معليش بهي، لأن الموضوع هذا مرتبط بضع، كل هذه مرتبطة ببعضها، الثقافات كلها مرتبطة ببعضها، كل التقاويم والأجندات بتاع العالم مرتبطة بالفلاحة بالأساس. فكل التقاويم كانت فلاحية، ومن الممكن أن يكون أول من أسس التقاويم هم المصريين القدامى باش يتابعوا حركة نهر النيل والمواسم بتاعه الزرع، وينسب لهم كذلك تقسيم السنة ل 12 شهر، وبقي تقويمهم ناقص لأن في البداية كان مبني على التقويم القمري. محتاجين يعدلوه كل سنة باش يتصحح. شو معناها يعدلوه كل عام؟ باش تجي الحساب الحسبة صح لازم تكون عليه الشمس باش تحديد تكون ثابتة كل عام، وبالتحديد موضوع التقويم السنوي بالقمري تقريبا كان عند كل الحضارات بل كل الشعوب، يعني من الأسكيمو في أمريكا الشمالية لعند الشعوب الأصلية في أفريقيا وآسيا وغيرها. والتقويم الإسلامي المعروف بالهجري كانت حسب ابن قتيبة كانت فكرة من أحد مسلمي الحبشة، وهذه مشهورة القصة مش غير عند ابن قتيبة، لكن ابن قتيبة جابها بالتحديد، اللي اقترح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضع التاريخ. باش تعرفوا كلمة التاريخ مش معروفة وقتها، شين قال لعمر؟ قال له وما التاريخ؟ فشرح له والقصة طويلة. فوضعوا التقويم الهجري، وبعد خلافات طويلة صارت بين الصحابة إلى آخره، لكن الاستقرار كان من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا كلمتين يجب الوقوف عليهم. تلاحظوا من بكري نقول كلمة تقويم، والتقويم سمي بالتقويم لأننا نحتاج لتقويمه أي تعديله كل عام، وهذا ما كان يقوم به العرب قبل الإسلام. وجدت آية للنهي على هذا التقويم اللي بنجوع لها بعد شوية. الحاجة الثانية، كلمة تاريخ لم يكن يعرفها العرب قبل هذا الحدث، لأن كلمة تاريخ من الكلمة أرخو اللي تعني القمر بالحبشية. وتذكروا معي أرخو من القمر، كلمة تاريخ راهي تعني القمر بالحبشية. ولما انجو بعدين في الأمازيغية تعرفوا علاش ذكرت هذه، ولم ترد كلمة تاريخ لا في القرآن نهائيا ولا في المعاجم العربية القديمة، وإن وردت في المعاجم في الأشعار العربية القديمة أقصد، وإن وردت في المعاجم ترد أن هي كلمة دخيلة أو جديدة على العرب، وهي شيء أضيف للإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها عرفنا تسلسل الأحداث الزمنية حتى يومنا هذا بالأرقام طبعا، يعني السنة اللي ارتفع فلان ومات فلان وحكم فلان والآخرين. لكن الأمر أكثر من هذا وأقدم من هذا بكثير. فالتاريخ القمري والشمسي موضوع كان محل صراع بين المسلمين الأوائل، بحيث رأى بعض الصحابة استخدام التقويم الشمسي، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة يشوفوا أنهم يستخدموا التقويم القمري، فجدت الآية باش تصحح هذا الموضوع اللي بجرى شوي. التقويم الشمسي هو اللي استقل عليه العرب راهو قبل الإسلام. التقويم الشمسي هو التقويم اللي كان يستخدموا فيه العرب، وتشوفوا الأدلة بعد شوية، وهذا مش كلامي طبعا. ولهذا لو تلاحظوا معاي أن أسماء الشهور العربية أسماءها سابقة للإسلام، زي مثلا ربيع الأول والآخر، والشهر لا يسمى ربيعا إلا إذا وقع زي ما يقولوا المؤرخين كل عام في الربيع، في فصل الربيع، وهو فصل الربيع ثابت بالشمس. ولو كان قمري فيقوم في نهاية كل عام بتقويمه أي تعديله، ونلقوا أشهر أخرى تحمل نفس الدلالة، زي مثلا رمضان جماد الأول جماد الثاني إلى آخره. رمضان تعني الخريف، الرمضاء إلى آخره، الجفاء. علاش أنا طولت الكلام على التقويم الهجري ودلالته؟ لأني نعرف أن أكثركم يعرف هذا التقويم، فيسهل عليكم فهم التقويم الأمازيغي ومنين جاء وكيف طريقته. وعلى فكرة، فكرة التقويم السنة سواء قمرية أو شمسية موجودة في كل الثقافات. والشيء الثاني اللي يستفاد منه أن التقويم من وضع البشر، زي حالة التقويم اللي داره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. التقويم راهو مش توقيفي، راهو مش جزء من الدين، هذا شيء وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلينا نولوا للتقويم الأمازيغي اللي يتسمى الشهر فيه، الشهر في الأمازيغية مش قلت لكم أرخو تاريخ تعني القمر، وهذا منين جت الكلمة. شوفوا معي في الأمازيغية، في الأمازيغية القمر يسمى أيور، أو الهلال يسمى أيور، وكلمة أيور تعني كذلك الشهر. الشهر والقمر كلمة واحدة في الأمازيغية،
بحسبة بسيطة جدا وبدون عناء نعرف أن الأمازيغ الأوائل لابد وأنهم أخذوا زيهم زي باقي الشعوب حساب تقويم متاعهم في من حركة القمر وفي الأمازيغ، لأن هي كانت الأسهل طبعا للبشرية كلها باش تتبعها. وفي الأمازيغية التاريخ يستعمل له كلمتين، كلمة تاريخ تختلف عن كلمة شهر وإلى آخره، لما عرفنا تاريخ بالعربية بمعنى مجرى الأحداث. عندنا كلمة التاريخ، عندنا كلمتين، عندنا كلمة لما مجرى الأحداث يعني صعد الملك ووقع الملك وفات هذا ومات هذاك نقول له أمزروي، من الفعل يزري بمعنى مضى. وكلمة تاريخ في الأجندة بمعنى تاريخ اليوم مثلا 13 يناير في التقويم تسمى تقنت، من يقن أي عقد ورمضان، وهذه أيضا لها دلالات بنجها. طيب الحكاية كلها عمليات حسابية، الغرض الأساسي منها زي ما بدينا في البداية حسابية، والغرض الأساسي منها زي ما قلنا في المقدمة بناء تقويم سنوي يعرفوا به الناس معاشهم ومواسم زراعتهم، أمتى يحصدوا أمتى يزرعوا أمتى يزرعوا الحاجة ديك. تخيلوا نحن إلى اليوم ما عندناش تواريخ، كيف نقدر نستخدم أبسط الأشياء؟ ولهذا اضطر الإنسان أن يدير هذا التقويم وفكر فيه، وهذه من الأشياء العبقرية بتاع البشرية. العالم كله فيه تقويم وهلبة وأنواع وأشكال للاستعمال اليومي، منها التقويم الفرنجي المسمى بالتقويم المسيحي بحكم أنهم عدلوه في الكنيسة باش يبدأ بميلاد المسيح عليه السلام، ولكن في الواقع هو أقدم من هذا بهلبة. والبشرية كلها دارت التقويم زي ما قلنا واستخدماته من الأسكيمو حتى أفريقيا الجنوبية أو في شرق آسيا وغيرها. وهذا التقويم اشتركت في شكلها اللي نعرفوه اليوم التقويم المسيحي، اللي كنا يعرفوه احنا كلها هنستخدم التقويم المسيحي هذا اللي نعرفوه اليوم، البشرية كلها ساهمت فيه، كل الحضارات اللي نعرفوها اليوم. يعني صحيح الأسماء أسماء لاتينية والتاريخ بدأ بميلاد المسيح، لكن في الواقع أراه البشرية كلها دارت فيه، من السومريين إلى المصريين القدامى إلى الفينيقيين إلى 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 كلهم، كل البشرية ساهمت في هذا التقويم وضبطه وتحديده بال 12 شهر. إذن وباختصار التقويم كلها بدت لغرض زراعي بعيدا عن تحديد متى بدأ بوفاة الرسول أو ميلاد المسيح أو غيره، هذه إضافات لاحقة لغرض دينية وغيرها، ولكن هذه التقويم سبقت كل الديانات المعروفة بها اليوم. وزي ما قلنا في القرآن نفسه يرد بجواب على جدل حاصل بشأن حساب الشهور في الآية اللي تقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. مرة أخرى نتذكر في هذا باش نفهمه مع بعضنا يعني الحساب السنوي، وأن الصحابة رضي الله عنهم زي ما ذكرنا في الآية هذه وتلقوها في كل التفسير كان فيه جدل في ماهية التاريخ وشين يستخدم الشمس ولا القمر في الحساب بتاعه. وبهذا كله صار بدون تحديد سنة معينة يبدو بها التاريخ. وهذا زي ما قلنا موجودة في جميع الحضارات والشعوب، حتى نسي بعضها وبقي الأسباب موضوعية عند بعضها الآخر، والصعوب الغالبة غالبا هي اللي تقويمها تقعد، والمغلوبة تقويمها إما تنسى أو يأخذوا تقويم الغالبين والآخرين، ولكن تبقى متداولة لقرون في الاستعمال الشفهي وغيره زي ما حصل مع التقويم الأمازيغي. والتقويم الأمازيغي بقي في التداول الشفهي لقرون، وصلنا حتى اليوم زي ما قلنا بدي بتقويم قمري ويتعدل كل عام وباش يتماشى مع التقويم الفلاحي، والغرض كان دائما فلاحي صار. ومن هنا جي رأس السنة الفلاحية الأمازيغية، وهنا منين بدو ب 13 يناير وهذا بنجو، وهي شيء نجد حتى في بقية سكان أفريقيا الشمالية المتعربين يحتفلوا بالتقويم الفلاحي السنوي على طريقتهم، وهذا علاش ربما شاف بعضهم تقويم فلاحي متوفر كل عام ومطبوع زي هذا اللي تشوفوا فيه في الصورة، ويحيل أكثركم عليه باسم التقويم الفلاحي. زي ما قلنا هذا التقويم ما انقطعش في التعامل به من يوم الدنيا لا يوم الدين هذا زي ما يقولوا. والأمازيغ بصفة عفوية كل عام يقدروا في هذا اليوم من السنة ويكثروا فيه بالأدعية والتمني بالحظ الوافر في الزراعة، وزي ما بنشوفوا في العادات اللي انتقلت لنا كيف هذه العادات كلها اللي تكلمنا عليها وحنتكلم عليها المرتبطة كلها بالزراعة. هنا مهم جدا والله نبيكم تركزوا معي على هذه، هنا فيه موضوعين لازم نفصلوا بيناتهم. رأس السنة الأمازيغية اللي هي تتم فيها الاحتفاء السنوي
وفيها عادات وطقوس مرتبطة بها والحسبة اللي يحسبوا فيها جدودنا. قصدي حاجة مش مخترعة، ناس مش متعلمة زي جدودنا مثلا. نحن باش تعرف توقيت الصلاة عندها أشعار تقول فيهم، باش تعرف اليوم في السنة عندها أشعار، تعرف وقت الزراعة عندها أشعار، عندها بيت عندها كذلك أمثال والآخرة. وأنا متأكد أن جدودكم نفس الشيء يقولوا فيها ويعرفوا الأشعار هذه. هذه حقيقة مطلقة ما عندناش فيها حتى نقاش، كونها عادة مترسخة عندنا. وملايين الأمازيغ يحتفلوا برأس السنة الأمازيغية في كل شمال أفريقيا. الاحتفال اختلف الآن عن السابق، وهذا بنشوفه وقتها. لكن لعند اليوم العزايز يديروا ويهتموا بها كل عام في كل قرية وكل حاضرة فيها أمازيغ أو متعربين في كل أفريقيا الشمالية، وبعادات وتقاليد مضبوطة ومعروفة ومقيدة ومذكورة في عدة كتب، و يعني ما تحتاج منا إلى نقاش. طبعا يعني فيه بعض الأمازيغ اللي ما يحتاجش للتقويم نهائي لأنه مش مجتمع زراعي، زي مثلا أمازيغ الجنوب، إموهاغ، توارق، لأنهم مجتمعات رعوية متنقلة مش زراعية فلاحية، فلا ما عندهمش حاجة بها. ومع الوقت طبعا بنادم ينسى كان ما يستخدمش التقويم هذا في الزراعة وفي الأشياء هذه اللي يستخدموا فيها ترتبط بحياتهم اليومية، حينسوه. وإحنا من الأمازيغ أنفسنا طبعا لأن تغيرت نمط الحياة بتاعنا مع الاستقرار ومع النفط ومع الحاجات هذه كلها، حتى إحنا ما عادش نحتاج للتقويم الزراعي، فتغير المعنى بتاعه. هذا بنشوف بعد شوية. حتى بعض التوارق المستقرين متأخرا زي غات وغيرها ما احتاجوش للتقويم هذا السنوي، ما يحتفلوش به. حاجة ثانية موجودة في التاريخ الأمازيغ من الأزل هو، وهذه مهمة، أسماء الشهور. عندهم مثلا زي تيورت تمزور، تيورت تنقاروت، القمر أو القميرة الأولى، القميرة الأخيرة، ياردوت، سينوا، تسارة تمزور، تسارة تنقاروت، يعني القطيع متاع السنة والسعي والغنم الآخرين، ودايغت، ودايغت تمزور، ودايغت تنقاروت، فيه أوزيم أو أوهيم، أمزوار أو أمزوار إيه، وأوهيم أنقارو يقارن، ويعني الحيوانات البرية وتولدها زي ابن الغزال وابن الضبي. هذه هي التفسير بتاع الأسماء هذه الشهور. أي سي ونيم، هذا الشهر الأخير. يعني الحقيقة الشهرين هذول الأخيرين معناهم مفقود عندنا في اللغة الأمازيغية اليوم، ولكن اللغويين يرون أنها مرتبطة أيضا على نفس الشاكرة بالزراعة وبالري. زي ما قلنا كل هذه الأسماء جاءت في من الطبيعة كأسماء الحيوانات ووقت ميلادها أو ما يتعلق بالحصاد أو ما يتعلق بالري. تعرفوا حتى الفصول تنقسم حسب الطقس والزراعة. مرة تانية، أسماء هذه الشهور اللي ذكرتها لكم قبل شوية، عندنا تيور تمزور، تيور تنقاروت، عندنا ياردوت سيناوا، وتسارة تمزورت، وتسارة تنقاروت، ودايغت يزوارن، ودايغت تنقورا، وأوزيم أو أوهيم يزوارن، وأوهيم يقارن. أي سي سي نغ أي سي، والأخيرة هو نيم. يعني حتى تقسيم الفصول كذلك راه متعلق بالزراعة، صدق ولا صدق. حتى تسميات الفصول متعلقة بالزراعة. نبدو مثلا بتيرزا، شهر الخريف يتسمى عندنا شهر تيرزا. تيرزا بالأمازيغية تعني كذلك الزراعة أو الحرث بالضبط. تيرزا تعني الحرث. عندنا الصيف يتسمى أنبدو، أنفدو بمعنى العطش. والخريف زي ما قلنا تيرزا، وبعدين يجي بعده على فكرة حتى تيرزا تسمى أموان كذلك، وبعدها الشتاء تاجرس واللي تعني التجمد. تذكروا في العربية التسمية الجمادي الأول والجمادي الثاني في التقويم العربي أو التقويم الإسلامي تو الهجري القديم تقع في الشتاء، وبعدها تفسويت يعني الربيع، من ظهور الربيع إفسن العشب. إذا حتى تسمية الشهور في الأمازيغية ولا تقسيمات الفصول مرتبطة كلها بالفلاحة والزراعة. هذا بس بشي 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 أكد لكم على أن الموضوع كله التقويم والهدف الأساسي منه هو غرض زراعي محض، زراعي فلاحي ورعوي محض. إذا الشق الأول بالتقويم الأمازيغي موجود منذ ظهور الأمازيغ على البسيطة، وهو مرتبط بهم كمجتمع حضري أو مستقر بدرجة أولى ومجتمع زراعي كذلك.
يبقى الشق الثاني. الشق الأول هذا ما فيش أي اختلاف، الأمازيغ كلهم يستخدموا فيه وموجود وجزء من حياتنا اليومية، يعني ما تجيش تقعد تناقش فيها في الموضوع هذا، الموضوع صحيح ومنتهي موضوعه واستخدموه الأمازيغ عبر التاريخ. يبقى النص الثاني. شنو هو النص الثاني اللي جادلوا فيه الناس هلبة؟ هو منين جت السنة اللي احنا فيها توه 2971 اللي تقابل سنة 2021. احنا في 2021 لكن في التقويم الامازيغي 1971. شن قصتها هذه يا زعمة؟ منين جت؟ تابعوا معاي باش تفهموا منين جت. التقويم هذا اللي نعرفوه يتكلم عنه اغلب الامازيغ هو من وضع العالم الاجتماعي والمؤرخ المناضل الامازيغي عمار نقادي، مع مجموعة من العلماء الامازيغ واللغويين وغيرهم، منهم مهند عراب. المهم تذكروا معايا تكلمت في البداية أن التواريخ كلها من وضع البشر، ما فيش تاريخ إلهي راه، حتى التاريخ الهجري من وضع عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن التاريخ نفسه يعني بمعنى الشهور وهذه أشهر حرم وهذه أشهر كذا هذا موضوع آخر. ومع هذا حتى هذه الأشهر أصلا من اختراع العرب ما قبل الإسلام. أرخوا للتاريخ الأمازيغي اللي هم محمد عراب ونقادي وغيره من الأكاديميين الأمازيغ من فترة حكم شيشنق لمصر، وهذا ما جاش هيك اعتباطا، ما جوش قعمزوا ويهدرزوا بيناتهم قالوا ها نبدأ بشيشنق ونحكموا، لا 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 لا، الموضوع راه مرتبط بالثقافة الأمازيغية نفسها والثقافة الشفهية والقصص والحكايات والأشياء هذه اللي ما زالوا محافظين عليها الأمازيغ إلى اليوم. والكلام مش عبتي زي ما يحلو لبعض الناس قولها، والله اللي نشرح لكم اللي هنا شايف جدل وشايف كلام هلبا يقولوا فيه ماليش علاقة بالموضوع، وكل واحد هيك يخرف من جهته ويفتي من جهته. اللي بنقوله لكم هذا هو اللي صاير في التاريخ التقويم الأمازيغي. فعلا التقويم الأمازيغي وضعه العلماء هذو، ولكن جاء بسبب زي ما قلنا، وان التقويم الهجري سبق الإسلام وحتى تسميته قبل وضعه وربطه بحدث معين وهو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقويم الهجري اللي حط عمر الخطاب رضي الله عنه، والتقويم الميلادي اللي حطوه الكنائس المسيحية واللي ربطوه بالمسيح، مع أن الرومان قبلهم مستخدمينه، وجاي شخص أو مؤسسة وفضلوا يبدو بتاريخ محدد. نفس الشيء في التقويم الأمازيغي، نفس الشيء. الأكاديمية الأمازيغية اختارت فرعون شيشنق لسبب تاريخي أيضا من الروايات الشعبية الأمازيغية زي ما قلنا، نسموا في رأس العام لليوم جدودنا وعمامنا وإخواننا لليوم يقولوا إيدو فرعون، يعني ليلة فرعون. وفي بعض المناطق الأمازيغية زي مثلا غدامس في ليبيا يسموا فيه في أول يوم في السنة أسف انبرعو، يعني تدعي الرواية أن ملك جبار ارتبط اسمه بالسنة والتقويم به. طبعا الغريبة هنا، وهذا برافو لأهالي غدامس مثلا محافظين على الاسم لتوا، أثبتت أن برعو الاسم والنطق الصحيح لفرعون باللغة المصرية القديمة. بالله توا الشيباني الغدامسي منين بيعرف أن فرعون هو اسمه برعو؟ لو كان ما كانتش رواية متواترة من جدود جدودهم لولين. والأمازيغ ديما يقولوا رأس السنة يسموا فيه إيدو فرعون، يعني ليلة فرعون. علاش؟ هذا التحديد جي لأن في الروايات الشعبية، ولهذا لما جو العلماء بتاعنا وهذا بنجوه، يعني من طبعا فيه اللي ربطوا فرعون هذا بفرعون المذكور في الإسلام واللي حارب موسى عليه السلام والآخره، ولكن تعرفوا أنت الشعوب وينه، تخش عليها ثقافات تانية وخش عليها دينات تانية وتتغير هذه المفاهيم، ولكن الأساس أن فرعون المذكور مذكور في هذه الروايات. وشكون هو الفرعون اللي حكم مصر واللي عندنا كلنا الأمازيغ به ارتباط؟ إذن لابد وأن يكون الأمر مرتبط بشيشنق اللي عنده مكانة تاريخية عندهم وبسبب اعتلاءه عرش مصر وغيره، ولهذا التاريخ الأمازيغي مرتبط به ويكون هذا العام 1971 من تاريخ اعتلاءه على العرش في مصر. وهذا أيضا فيه فرق 4 سنوات أو 5، وهذا مش موضوعنا، هذا حدده المؤرخين أكثر، ولكن هذه هي القصة اللي بدأ منها التقويم. فرعون مصر، شيشنق دول الأصل الأمازيغي الليبي اللي مفروض احنا كنا نفتخر به، واللي زي ما قلت بدون شك فخر لكل الليبيين. إذن
وللتأكيد الاحتفال برأس العام ورأس السنة الأمازيغية كانت ولا تزال منذ الأزل من العوائد الأمازيغية من سيوة حتى المغرب، وهي غالبا 3 أيام، وتبدأ بالثاني عشر من يناير وتنتهي بالرابع عشر اللي هو أول يوم في السنة. مرة ثانية، الاحتفال برأس السنة موضوع، والتقويم ووضع تحديد بيوم محدد موضوع آخر، وارتباطها بهذا التاريخ اللي اختاره عالم الاجتماع النقادي ومجموعة من الأكاديمية الأمازيغ بسبب الرواية الشعبية والحكايات الشعبية المتواترة والتسميات المرتبطة بهذاك اليوم. طيب، وانا ذكرت لكم غيرها الامازيغ اللي يقولوا ايدو فرعون ويقولوا شو اسمه، ولا باقي الامازيغ عندهم حتى هم روايات اخرى وقصص اخرى جعل منها قصص متوارثه برغم من تباعد الاماكن والى اخره، فكلهم مجتمعين على هذاك يسموا في ايدو فرعون. به كيف تحسب السنه الامازيغيه؟ العمليه الحسابيه بسيطه جدا جدا جدا، ما تحتاج الى عناء كبير. تاخذ التاريخ الافرنجي او المسيحي او الميلادي اليوم وتزيد عليه 950 سنه اللي هو تاريخ اعتلاء شيشانق عرش مصر، 750 سنة قبل الميلاد، تضيفهم مثلا عندنا احنا 2221 تزيد عليهم 950 تعطيك 2971. هذا فيما يتعلق بالسنة، يعني شنو 2221 زائد 950 تعطينا 2971. هذا فيما يتعلق بالسنة. وأيضا بحسبة بسيطة نقص 13 سنة من التقويم المتعارف عليه، يعني اليوم 13 يناير في التقويم الأمازيغي 1 تيور تمزوارت بكل بساطة. عندكم المحول للتاريخ هذا في التليفون اللي تشوفوا فيه في الشاشة اللي نقدروا ننزلوه مجانا من انتاج مؤسستنا مؤسسة التوالي الثقافية، تحولوا به تواريخ ميلادكم والتاريخ الأمازيغي وأحداث مهمة في حياتكم. هذا فيما يخص التقويم، وإن شاء الله الشرح فيه وافي وكافي. توا خلينا نتوجه للعادات والتقاليد المرتبطة بهذا التقويم. وزي ما شفتوا شرحت شوية لصغاري على رأس السنة الأمازيغية، وهذه عادة ما نبوش ننسوها. هادو زوز طوابع بريدية صدرت عن شركة بريد ليبيا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية. الأول يعبر عن تقليد عريق في ليبيا، الأول الراجل يقدم في أكلة تمغطال اللي بنجولي مكوناتها بعد شوية، ووراه مرأة تقدم طبق الغلة المتوفرة في بلدنا الحبيب ليبيا وكل ربوع أفريقيا الشمالية. لكن لاحظوا معاي في الخلفية مبنى تراثي ليبي وفوق الباب 3 مثلثات وبقية جريدة معلقة على الباب من الخلف. نلقوا صابة قمح وشعير والبرج والنخلة والناس مبتهجة ووفرة وفرحانة. به وفي الطابع الثاني زي ما تشوفوا توا نلقوا البنت تعلق في الجريدة وتغير في الواقع الجريدة اليابسة بجريدة خضراء جديدة، وهذه عادة دارجة عند أغلب الأمازيغ، ويرشوا في المية وحبات الكسكسي عليه أرجاء الحوش حتى برا منها، وهي أيضا من عاداتهم. والطابعين هادو يختصروا عليكم عادات رأس السنة الأمازيغية، وكان من المفترض شركة بريد ليبيا تصدر مجموعة من الطوابع كل واحد يعبر عن عام مختلف على عادات رأس السنة وتشرح عادات رأس السنة من خلال الطوابع البريدية. واللي أخذت تقليدين 3 أيام يمنعوا فيها غسل المعين ولا حتى الأبدان وما يلحقوش يرتاحوا ويمنحوا فيها ويرتاحوا ويمنعوا فيها العمل. علاش قضية ما عدم غسل الأواني وغسل الأشياء؟ لأن الناس لولا على ما يبدو هذه عادة أخذوها الأمازيغ مع الوقت يعتقدوا في البركة حاجة مادية، فلما تنزل البركة وهم يغسلوا فإنهم يمسحوها. على هذا تفسيرين يرى هو، فيمنعوا غسل الأواني ولا مسح الأرض ولا ديران أي حاجة، كل الحاجات هذه تقعد زي ما هي لمدة 3 أيام هذيك. فالمسح ويمسح ويمنع كذلك العمل في هذه الأيام والحركة إلى آخره، كل فرح وزهو وأكل حتى الشبع، وهذا بنجوه. والأكلة الأكثر شيوعا هي أكلة متكونة من بذور وغلة العام التي تسمى عند عامة الليبيين بالهريسة، تتسمى بالأمازيغية تمغطال، وتتسمى أيضا عند باقي الأمازيغ، مش باقي الأمازيغ، بعض الأمازيغ تيرشيمن أو تيركمين. كذلك هذه اللي تشوفوا فيها طبعا قدامكم، وهذه حقيقة توهني سامحوني احنا درناها هنا صغيرونا هيك باش الطاولة ما تسد، بس يعني وإلا
الأصل يتنحط كبيرة ويأكلوا فيها الجميع وتنحط فيها أكثر من داحية، دائما تكون بشكل فردي. هذه الأكلة هذه ينحط فيها أغرمي اللي هي نواة التمر، تنجوها بعد شوية بهي. لكن معليش مع العصر ضاعت عادات هلبة زي عادات الليبيين في عاشورة مثلا. العاشورة مش قاعدة تونا خط ولوح ونجوم الليل والآخره والعيد والعادات الحلوة متاع جدودنا، أكيد بعضهم يعرف يعني ومعاش تندار. اليوم الأمازيغ زيهم زي باقي الليبيين، راحوا يا أخي احنا ربما أكثر من الأمازيغ الآخرين ضيعنا العديد من عاداتنا وتقاليدنا. ليش ضيعناهم؟ زينا زي باقي الليبيين، خشت علينا طفرة جديدة وعيادة جديدة، وخش علينا البترول، وخشت معاش نهتم بالزراعة، معاش نهتم بالحاجات هذه، فهذه العادات كلها راحت، وراح معها العيد والفرح والبهجة بتاع جدودنا اللي منها، وعلى رأسها رأس العام الأمازيغي. بقى خلي نرتبوا الأيام حسب الطرق اللي لحقنا فيها على جدودنا يديروا فيها. مش قلنا الاحتفال يكون لمدة 3 أيام وما يديروا فيهم شيء، يعني يبربحوا يأكلوا ويشربوا يفرحوا ويبتهجوا ويدعوا ويصلوا ويتمنوا فيهم كل الخير زي ما قلنا في المقدمة، من أدعية اللي يقولوا فيها لبعضهم اللي هي المعايدات هذه كلها تمنيات بالخير. أسقاس دم الجاز، أسقاس دم الناس، أسقاس دنمار، أسقاس إغودان. قبل الأيام هذه الثلاثة بمدة يديروا التجهيزات والإعدادات ويديروا فيها رغاطة باش يكملوا قبل الموعد. ومعلومة معلومة جانبية هيك، كلمة رغاطة راهي كلمة أمازيغية تعني الحمية والتجمع على عمل معين بحمية، يعني ترغات جت منها الكلمة. يزوقوا المطبخ أنوال القديم طبعا والمخزن أرجان خصوصا بالجير، ويغيروا إنيتين اللي هي مكان الموقد، وكذلك يطلوهم كلهم بالجبس وبالجبس. كان يخدم طبعا هذا الطلاء لأغراض هلبة، منها طرد الحشرات ويعطي منظر حلو للمطبخ، أبيض جميل يميل للزرقة أو الأشهب، مع طبعا حسب الحرق مع الزخارف اللي تندار حسب القبيلة والمنطقة وطريقتهم. ومن العادات الحلوة القديمة يصنعوا في الفخار بروحهم، ولا يجيبوا أبرع الصناع بتاع الفخار في القبيلة باش يدير لهم الأواني في الرغاطة هذيك. المهم ليهم، وزي ما قلنا كل الأكلات تنعد وتطيب قبل 12 من يناير اللي هو 31 من شهر نين، وهو الشهر الأخير في السنة. الأكلة الأكثر شيوعا في يوم 13 هي زي ما قلنا تمر طال وفي العشاء، والغداء غالبا يكون كسكسو بسبعة خضار. ومن البد يعني وطبعا من الأشياء الجديدة يديرولها في الكسكسو هذا بتاع سبعة خضروات، يعني حقيقة ما كناش نديرولها في أي أنواع اللحوم في هذاك الوقت في السنة. وغالبا صافية بيضة من غير تحميرة باش يكون العام أبيض. وبالنسبة للعشاء زي ما قلنا نديرو في تمغطال هذه اللي فيها كل البقوليات وفيها الكيكد أو الحمص والفول وتسقار اللي هو القرقوش وإلى آخره، ونحطوا فيها نواة زي ما تشوفوا في الصورة وتندس في الأكلة، والأسرة كلها تاكل من نفس الطبق، واللي تجي عليها ويلقاها يسموه أم الناز طول الوقت متاع اللي حصل فيها اللعبة هذه من رأس السنة، ويقدموه هو يدير الأدعية ويطلب الخير من ربي حتى وإن كان أصغرهم سنا أو حتى كانت بنت، ما فيش فرق بين الذكر والأنثى في هذه الحالة. والكسكسي متاع الغداء زي ما قلنا يرشوه في المطبخ، الكسكسي نفسه من غير طبعا ما يحطوا عليه الإدام ولا شيء في البداية، في الموقد في عتبة الحوش زي ما شفتوا وأنا في الطابع البريدي، وفي أرجاء الحوت طبعا، لأن حفل يكثر فيه الأكل والشرب والاحتفال يندر فيه طبق يكون فيه متوفر طيلة النهار يتسمى إنودا. وإنودا عبارة عن طبق بكل الفواكه المجففة واللي تلقوها في العام كامل، فيه تازرت، فيه إيكيكر، وفيه البرقوق، وفيه تيني، وفيه حاجات هلبة. الطبق هذا المجفف ينحط في الطاولة في الحوش
نهار كامل. طبعا احنا المتعصرنين عن حطوا فيه في الطاوله في اليومات الثلاثه، وحسب الفواكه المتوفره في المنطقه وحسب اللي تتوفر تجود به المنطقه، ونحط فيه حتى بعض المكسرات زي ما قلنا اللوز والكاكاويه اللي هو متوفر عنده في ذاك الوقت. ما اعرفش اذا كان الكاكاويه كانت متوفره زمان ولا لا. المهم، من العادات الجميله المنسيه اليوم اجدادنا يخرجوا الزكاه في هذا الوقت من السنه، الزكاه العينيه. تعرفوا في وقت معلوم من الليل يمشوا وفيه ركابه بجنب الجامع اللي هم توي يكسدوا عليها ويقعمزوا عليها الشيبين، لكن هي في الاصل كانت لهذا الغرض في عتبه المزل، ويجي المحتاجين يعني يجوا الناس اللي عندهم حاجه بيتصدقوا بها او زكاه يحطوها في هي غالبا صدقه اظن مش زكاه، يحطوها في المكان المعلوم ويروحوا يرقدوا، يجي حد ثاني قبل الفجر ممكن بشويه ياخذوا هذه الصدقات، فما يعرفش شكون اعطاها، اللي اعطاها لشكون اعطاها، واللي اخدها يعرف ما يعرفش من شكون اخدها. هذه من العادات الحلوه بحيث ان الانسان الفقير ما يحسش انه هو يعني يتمنن عليه حد او كذا، واللي اعطاه ما يتمننش على الناس ويعطيها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا هذه من العادات الحلوه اللي ينسوها الناس اليوم. ومن العادات الحلوه، ما عمركم مش فكرتوا معايا علاش لما الاطفال يمشوا الغني والفقير والكبير والصغير مع بعضهم يطلبوا الهدايا ويطلبوا الاعطيه من البيوت اللي احنا نسموها فيها تسوسلت. تسوسلت يتحرك الاطفال ويمشوا من حوش لحوش ويقربوا ويطلبوا الخير والبركه فيعطوهم هديه. هني الفقير العيل الفقير والعيل الغني مع بعضهم ياخذوا الهديه، فالفقير يفرح بها اكيد بشكل اكبر لانه محروم منها، فياخذها بدون ما يشعر انه هو اعطوه لانه فقير ولان حالته كذا زي باقي الاطفال اعطوه الى اخره. فقصدي بيش ما يحسوش بالمهانه. لو كانت في حاجات يعني حصله زي ما على ايام زمان يعني مجتمع الخير والطيبه ورحم الله اجدادنا يعني فكروا في كل صغيره وكبيره باش ما يخدوش الجعور وباش يتعاونوا وباش يديروا زي ما قلنا من البدايه من الرغات لاخر حاجه. هذه من العادات الحلوه اللي احنا مفروض نحافظوا عليها ونحاولوا نحيوها كل عام، اللي هي عادات راس السنه الامازيغيه، ونتمنى باقي اللي بين يحافظوا على باقي العادات والتقاليد نتاعنا. حاجات هلبه منسيه، انا لحقت على عادات هلبه اليوم ما عادش موجوده بكم نهائيا، وعادات جميله وحلوه. باه، من العادات واللي تندار هلبه اللي نسموا فيها العصيده، طبعا احنا نسموا فيها بالامازيغيه تروايت او تقولها في الصبح. أما الناس هذاك اللي لقينا وات التمر المنقوش في تمغطال يعاود يحطها في العصيدة، ولما ياكلوا اللي يلقاها يسمى أما الناس منه وجديد، يعني المحظوظ. لكن لما يديروها ما يديروا شيء غير التعصيد، والنار برا الحوش والدقيق مخدوم ومغربل وواتي قبل الحفلة، وتتاكل برب ومرات بالعسل تاممت أو بزبدة تلوسي حسب الذوق والمنطقة. وما ننسوش كذلك يندار السفنز التقليدي، ويتسمى عندنا تغريفين أو بغرير، والفطائر الصغيرة زي هذه متاع الخبزة تندار عليها سل حتى من غير رأس السنة الأمازيغية، ونديروا فيها في العالم كله. وعلى فكرة اللي يزور منكم مدينة يفرن تحديدا بيت إسيليان في جبل نفوسة يديروا فيه شبه يوميا لما يكون عندهم زوار، ومحبوبة من قبل السراء السياح يعني الأجانب ولا الليبيين نفسهم لما يديروا الخبزة هذه ويديروا فيها العسل ولا يديروا فيها غيرها من المربى وغيره طبعا بالشكل الحديد دوا. في اليوم الثاني الغداء من نفس غداء اليوم الأول كسكسي بسبعة خضرات، وهذا الكسكسي ثاني من غير الحم ولا الدجاج، لأن الحم يعتبر فيه بدعة دوا ما الله أعلم. ويكون في حرص شديد أن الأطفال يشبعوا في هذاك اليوم وما ينقصهم شيء من الأكل، طمعا منهم ألا يكون هذا العام عام شحيح، يعني ما يبخلوا شيء ويطلعوا اللي عندهم من غاسروا اللي هو المخزن الجماعي اللي فيه شبيه منه في كل شمال إفريقيا، وفي عادات أحكونا علينا جدودنا ما لحقناش إلا على بعضها، زي مثلا العادة هذه بتاعت الخبزة هذه يقصوا فيها ويديروا فيها صغيرة ويديروا فيها من غير أمتون اللي هو سبحانك يا ربي، المهم ما يديروش فيها الأمتون، والأمتون هذا والخبزة هذه يحطوا فيها في أجزاء من المخزن، والخميرة أمتون أيوة الماء يحطوها في الأجزاء من المخزن، وما نعرفش شنو هو السبب متاعها، بس أنا قريت في مجلة إيطالية اسمها وادي أدرار داروها الطليان زمان يحكوا على العادة هذه، ما كانتش مجرد عادة أو تطير أو شيء، بل كان لها سبب علمي. الخبزة هذه اللي من غير أمتون لما تخمر
تقتل في الحشرات وتقتل في الحيوانات زي الفار وغيرها. المهم الله أعلم. وفيه بعض العادات اللي ما لحقتش عليها الحق لكن حكونا عليها أمامنا وجدودنا، اللي هي مثلا عادة اللحم المجفف تسقى، وعادة بوز اللوف اللي هو أزلف بالأمازيغي يعني شواء الرأس والكتف، وما يتبعها من عادات تنجيم بحيث يرى مثلا بالكتف في السماء، والعارف والتجاز والتجازة في القبيلة يقول لهم كان هذا العام يكون عام ممطر ولا لا. ولكن أنا شخصيا سمعت بالعادات هذه سماء وما لحقتش على أي منها. يشترك أمازيغ ليبيا مع باقي الأمازيغ في هذه العادات، وتزيد وتنقص حسب ما هو متوفر في المناطق، وكذلك حسب العادات اللي ضاعت في بعض المناطق. يعني في نافوسة عندنا تقريبا كل هذه العادات زينا زي زوارة، ولكن ينقصنا عادة مسرحية أيراد، مسرحية الأسد اللي عند توا يحتفلوا فيها في آيتيز ناسن، اللي هو تسمى بانيوز ناسن، مسقط رأس شكون تراه؟ الإمام محمد بن علي السنوسي، الإمام الليبي المعروف، جد الملك إدريس الله يرحمه. طبعا هو من أصل جزائري. عندي كتاب عن هذه العادات الجميلة بتاعهم في رأس السنة الأمازيغية متوفرة، يعني العادة هذه مش متوفرة في ليبيا الحق، يعني يحتفل برأس السنة ويتبادلوا، يعني العادة هذه هي عبارة عن مسرحية بتاع أسد، ويلبسوا ويديروا اللبسة بتاعت الأسد إلى آخره. المهم من العادات زي ما جلنا في الطابع البريدي، البنت هذيك اللي تغير في الغصن القديم ناخده في جريدة النخلة في من فوق راس الباب بتاع الحوش، وعند البعض السطح بتاع الحوش بأغصان جديدة خضراء زي ما شفتوا في الطابع البريدي زي ما قلت. وبعض الأمازيغ أصبح عندهم عادة دينية بحيث يتلى القرآن ويكتر الدعاء، وفيه أجزاء معينة من القرآن تتلى زي عند أهالينا في جربة ووادي مزاب في الجزائر. وبعض النفوسيين لعند وقت قريب، وبعض الأمازيغ وجزء منهم نفوسة يديروا في رأس العام في رأس السنة الهجرية، رأس العام بدلوه من رأس العام الميلادي أو مش الميلادي أو الأمازيغي إلى رأس العام، نفس العادات يديروا فيها في نفس الهجرية في رأس في السنة الهجرية، ولكن الأمازيغ يديروا فيها في التقويم الشمسي مش القمري. يعني هذه العادات كلها تندار تاريخيا في 3 أيام في العام، ولهذا الأمازيغ يطالب بأن يكون رأس العام عطلة رسمية زي باقي الأعياد الليبية اللي مش أقل أهمية هذا منهم. وفعليا هذا العيد مقرر عطلة رسمية في المناطق الناطقة الأمازيغية من سنة 2012، يعني مطلعين قرار في المناطق المجالس البلدية الأمازيغية كلها يوم 12 لعند يوم 13 عطلة رسمية. ودرجة العادة في دول الجوار أن يهني الرئيس متاع الدولة أو رئيس الوزراء الشعب برأس السنة الأمازيغية، واللي صار في ليبيا حقيقة في عدة مناسبات، منها تأنية الرئيس السراج شنسمه للأمازيغ في رأس السنة بسفر رسمية في عدة مرات، بل حتى سفراء وباتات دول أجنبية في ليبيا هنت الأمازيغ برأس السنة، منهم وليس أقلهم السفارة الأمريكية مشكورين على تهنئتهم للأمازيغ بهذا العيد الوطني. للأعياد الأمازيغية عدة تجليات وعادات وتقاليد، وهي فرح وطني بدون أي شك لكل مكونات الوطن الواحد، ولهذا أمر يزيد ويغرس الانتماء للوطن الواحد بكل تنوعاته، ويبارك الليبيين بعضهم لبعض بأعيادهم وعاداتهم وتقاليدهم المراسخة في التاريخ، وربي كتر أفراحنا وأعيادنا. احنا نبوا أكثر من هيك أفراح، أي حد عنده فرح يقول لنا عليه باش نحتفلوا به، نبه الفرحة والبهجة في حياتنا، ما نبوش النكد والنكديين اللي حرموا كل شيء علي اتحاد. وكذلك تشكر القنوات والمحطات التلفزيونية الليبية اللي درجت في السنوات الأخيرة على الاحتفال برأس السنة والحديث عليها والتعريف بها لكل الليبيين. هنا تقعد حاجة أخيرة اللي هي الاحتفالات العصرية برأس السنة الأمازيغية، تختلف عن طريقة تجديدنا، وهذا يجب ينقال. الوقت تغير والمطالبات بدون شك تغيرت، وخرجت أغاني انشهرت وأصبحت رمز هذه المناسبة زي أغنية الليبي عبد الله الشيني أزقاس دم الجاز وغيرها، ويكون فيها الغالب بوضع هكي باسطة هكي كبرى وعليه كلمات أمازيغية أحيانا وعليه العلم والترقيم يعني السنة اللي احنا فيها،
واصبحت هذه المناسبه نضاليه اكثر منها مناسبه فلاحيه. والسبب طبعا السنوات هذه اللي فاتت كلها من الظلم القهر اللاحق باللغه والثقافه الامازيغيه، فاصبحت هذه كانها حفل استقلالي او حفل زيها زي حفل الاستقلال وغيرها، يعني ورد على هذه المناهج التثريه اللي كانت منعت وحظر كل مظاهر الفرح والتعليم والتعريف بالموروث الامازيغي. لكن اراده الشعب بدون شك تنتصر، وأقر الجزائر رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية لكل الشعب الجزائري بعد إلحاح وإصرار من الأمازيغ أنفسهم، وأدخل رأس السنة في المناهج المدرسية في الجزائر وفي المغرب معا، والعقبة إن شاء الله لليبيا. ويحرص زي ما قلت الأمازيغ وين ما كانوا في العالم بالاحتفال برأس السنة الأمازيغية، زي ما تشوفوا هنا معاي في بعض الصور فيها احتفاء واحتفال برأس السنة الأمازيغية في مصر، ليبيا، تونس، المغرب، جزر الكناري، وفي دول الهجرة والرحلة للدراسة والتحضير وغيرها، زي مثلا هذه صور من ماليزيا، طلبة ليبيين في الصين، أمريكا، كندا، فرنسا، بلجيكا، تركيا، الإمارات، قطر، بل حتى جدة وفي إيطاليا وغيرها، دول عديدة يتكاثر فيها الأمازيغ ويتواجدوا لأجل لقمة العيش أو الدراسة، ويحتفلوا بهذه السنة الأمازيغية ويعرفوا في الشعوب الأخرى بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. هني بنقول لكم كل عام وانتم بخير، أسقاس دمقاس، وربي يزيد علينا الأفراح، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى. أسقاس دمقاس، دم الناس في اللاون كون تنمية من ون. إلى اللقاء إن شاء الله.